السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل فكرة حلوة للمدارس او لسندوتشات المدرسة. طبعا الاولاد عارفين ان هما بيحبوا التجديد، وكمان العين بتاكل قبل الفم زي ما احنا بنقول، فلازم عينيهم تشوف حاجة حلوة عشان يعرفوا ياكلوها، لان احنا عارفين اولادنا مش حلوين قوي في الاكل، يعني ما بياكلوش قوي، وبنتحايل عليهم نعملهم افكار عشان ناكلهم كويس. طب احنا هنعمل فكره بسيطه قوي وحلوه وباذن الله هتعجبهم. انا هنا عندي عيش توست، هاخده كده معايا، هحاول اقطعه يا اما مربع او مدور باي بقى اشكال عندك. انا هقطع شكل المدور، عندي شكل الصغير وعندي شكل الكبير، فانا هاخد الصغير عشان يبقى كله ماشي مع بعضه. هقطع كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هقطع كمان واحده. طبعا ما فيش اي حاجه بتترمي، بنستخدمها تاني في اكلات وفي وصفات. انا حبيت اعمل بس الحجم ده يا جماعه، الحجم ده هيكون مناسب قوي عشان يتماشى مع بقى التقطيع اللي هنقطعه ده بقيه الاكل معانا. تمام، خلي كده ده المقدار معانا. طب تيجي نشوف ايه تاني. هنحاول نقطع معانا الجبنه، عندي جبنه شيدر هنحاول نقطعها برضو نفس الحجم بالقطاعه. بسم الله بسم الله ما شاء الله جميله بتتقطع معايا. ناخد اللانشون وبرده نقطعه نفس التقطيع كده. قطعت العيش التوست والجبنه واللانشون. تعالوا بقى كده هنا للخضار. طبعا هو الخيار مدور طبيعي فمش هنعمل فيه حاجه، ممكن رأي او سمكه يعني مش كتير قوي، بصوا كده تمام. وعندي برده الجزر اهو متقطع نفس التقطيع، قطع المدوره دي. اي خضار بقى عايزه تضيفيه. وهنا عندي برده فلفل الوان، نحاول بقى نقطعه الفلفل كمان، وممكن نسيبه مكعبات كده عادي، يعني لو عايزاه مدور تقطعه بالقطاعه او بالشكل اللي انت قطعتيه، او ان انت تسيبيه مربعات مش هيفرق كتير. بعد كده بتجيبي العصيان بتاعه الشيش طاووق، يا اما العصيان الطويله دي او العيدان الخله الصغيره دي الموجود عندك. هنعمل برضو الشكلين وانت تختاري اللي انت عايزاه. يلا بينا بقى كده نشكل. هنحط كده الاول عندي هنا جزرايه تمام، بعد كده خيارايه، عيش توست، لانشون، فلفل، جبنه. نحط بقى عيش توست عشان نقفل عليه كده بالجبنه. هنحط الفلفل اصفر، طبعا لو معانا الوان هنحطها. نرجع تاني بالجزر وهكذا بقى. طبعا بلاش طماطم عشان الطماطم فيها ميه كتير فما تبوظش الدنيا. نحط عندنا هنا في الطبق. ممكن نعمل بقى في العيدان الصغيره دي، ممكن نخلي واحدة عيش توست تحت وعليها شريحة من لانشو، خيارة، الجبنة، جزرة. نقفل بقى بايه، بواحدة توست عشان على قد دي، وادي العود الخلة الصغير، يعني ده كده نديله على قده. ده برضو حجم صغير عشان يكون على قد مثلا الطفل لو ابنك صغير ولا حاجة، تقوله كده بقى في اللانش بوكس بيبقى شكله جميل قوي. ايه رأيكم بقى في الشكل ده؟ زي ما بنقول العين بتاكل قبل البق. بصوا الالوان وجمالها، حط لهم كده بقى في اللانش بوكس سواء بقى الصغير او الكبير زي ما تحبي. حطينا لهم الخضار مع الاكل، وممكن تضيفي لهم بقى فاكهيه ومع العصير بتاعهم وتبقى وجبتهم تمام. يا رب تقولوا لي رايكم في الفكره دي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.